الأمريكية هم لا يريدون ديمقراطية الشعب السوري ولا انتخابات الشعب السوري. هم يقولون لسوريا عبر هذا الاحتلال القائم في الشمال الشرقي وفي مخيم الركبان، نحن نريد من هذا الشعب أن يقبل ما نقوله له، وأن الحل السياسي هو ما تقبل به الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا لم تقبلوا بأي حل آخر أيها السوريون فأن قواتنا ستستمر باحتلال المنطقة الشرقية وهي المنطقة الغنية. المسألة الأخطر من ذلك هي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض إجراءات أحادية الجانب قسرية، لكن هذه العقوبات هي التي تقتل الأطفال السوريين والنساء السوريات وكبار السن، والتي تحرق الأخضر واليابس في سوريا من أجل تحقيق الأهداف الغربية. عندما يعيش ما يزيد عن 1.5 مليار صيني بوئام وانسجام وبتنمية هائلة، وتنعكس هذه التنمية على كل أنحاء العالم من خلال العمل اليومي للشعب الصيني وتقديمه للمساعدات الحقيقية لدول العالم دون أي شروط ودون أي قيد، فأنهم ينتقدون هذه الديمقراطية، لأنهم يعتقدون أن هذا النوع من الديمقراطية هو الذي سيتفوق على الديمقراطية التي يطرحونها في الولايات المتحدة الأمريكية وبين الدول.